السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم دائما بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا تكونوا فرحانين وناشطين. اليوم يا اختي غادي نعطيك الماسك اولا الوصفه اللي كندير ملي كنخرج للشمس. دابا تبارك الله راه الصيف، الشمس حاره، وملي كنخرجوا للشمس كتولي البشره ديالنا سخونه وكتولي مزنقه، وديك السخونيه البنات راه كترجع علينا بالكحوليه. واخا كتديري لي كحو ديالك وكديري يعني الوقت ديال الشمس كلشي، راه ضروري الوجه ديالك كيولي سخون. ملي تجي للدار تغسلي وجهك من هذاك لي كخو، تغسليه بشويه الصابون وديري هذه الوصفه اللي غنعطيك اليوم. هذا الماسك اللي غنعطيك زوين بزاف، كيحارب من هذوك الحروق ديال الشمس، كيحافظين على البشره ديالنا. هذا هو اللي كندير، بغيت نعطيه لكم. هذه الوصفه اللي غندير معكم اليوم سهله وموجوده في اي دار موجوده. المهم انا ملي كنخرج للشمس وكنحس بالوجه ديالي كيجي مزنق وسخون، كنعرف ديك السخونيه غترجع عليا بالكحوليه وغيولي لي بحال الحروق ديال الشمس، يعني بحال بحال الكلف كيولي عندنا في البشره ديالنا. هذاك تيكون من الشمس، داك ديك السخونيه ديال الشمس كترجع علينا بالكحوليه. كندير هذه الوصفه هذه اللي غنشاركها معكم اليوم، اللي هي موجوده في اي دار كما قلت لكم، وسهله وزوينه. وبغيت نجاوب حتى واحد البنت قالت لي شنو كتكسبات لي في التعاليق، وقالت لي شنو كديري للجسم ديالك. داكشي اللي كندير اختي غير التبريمات اللي كنشاركهم معكم، ومازال ان شاء الله غنزيد لكم تبريمات اخرين. هاد البارح البنات مشيت للحمام انا وبنتي اميره، ودرت ديك التبريمه اللي كنت شاركت معكم ديال الحنه والحامض والصابون البلدي والعشوب. عرفتي واميره بنتي ما كانش كتبغي دير لي هادشي ديال التبريمات، وسبحان الله العظيم البارح قالت لي ماما انا بغيت نديرها ودرتها ليها. عرفتوا ما نقولش لكم كيفاش خرجنا من الحمام، خرجنا كنحمقوا هي، وبعدا ولات تقول لي ماما عرفتي عرقي ولا بياض، ايدي ولاو بيضين وليت بيضه. ماما هي لاحظت الفرق قسما بالله العلي العظيم، دريه باقا غير صغيره بنتي، راكم عارفينها يلا عندها غير 7 سنين، ولاحظت الفرق ديال التبريمه. ولكن درت عليها في الحمام وحكيت ليها عرفتي خرجات كتشعل. هادشي اللي كندير اختي، كندير غير التبريمات، ما كاينش محسن من داكشي الطبيعي والتبريمات الطبيعيين. والعشوب تبارك الله عندنا في المغرب موجودين، ما كاينش محسن من الحنه والحامض والمواد الطبيعيه، كتخرجي كتشقشقي وكتشعلي. المهم هذا ماشي موضوعنا، جاوب صغير البنت اللي قالت لي شنو كديري الجسم ديالك، وان شاء الله مازال غنشارك معكم التمرينات اليوم. باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نعطيكم هذه الوصفه اولا هذه الماسك. راه فايزه مشاركها معكم شحال هذه، شحال من عام هذه فايزه مشاركه معكم نيت في القناه، وجربوه بزاف ديال البنات وعجبهم هذا الماسك هذا اللي كيحارب لنا الحروق ديال الشمس، وكيعطي البشره واحد النضاره وواحد اللمعان، وزوين بزاف بزاف بزاف. المهم خواتاتي غير ما تنساونيش نتوما غير من اللايك ومن الدعم ديالكم والبارطاج للقناه باش ان شاء الله تزيد تكبر والفيديوهات يزيدوا يشوفوهم ناس اخرين. المهم ما نطولش عليكم بزاف، يلا نمشيو دابا للكوزينه. انا غادي ندير نيت اليوم، راه كنت خارجه وبغيت ندير هذه الوصفه هذه، وقلت علاش اللي ما شاركهاش مع خواتاتي حتى هما يستافدوا. يلا البنات خليكم معايا. المهم هنا يا خواتاتي بالنسبه لهذه الوصفه اللي كتحارب من الحروق ديال الشمس وكتعطي واحد اللمعان للبشره، غنحتاجوا فيها البطاطا. البطاطا ممكن ديروا اي بطاطا عندكم، سواء البيضاء ولا الحمراء اللي كانت. الخيار حتى هو البنات ما خصوش يخطاكم من الدار في هذا الصيف هذا، كتحكوه وكديريه مكعبات في دوك المكعبات ديال الثلج، وكديري في المجمد ديالك، وملي كتدخلي من الزنقه راه كتحكيه، كتكون البشره ديالك سخونه، وكتاخذ ديك المكعبات تيكونوا مثلجين، وكتدوزي مع البشره ديالك كتحارب من الحروق ديال الشمس، وكيعطيني واحد النضاره للبشره. المهم هي عندي الخيار وعندي البطاطا، وهنايا كندير هنايا عندي الروز، معلقه ديال الروز مطحون، ومعلقه ديال الحمص مطحون. هاد الحمص البنات راه خضر، ماشي يعني خضر، طاحناه على يدي، طاحنوا لي العطار قدامي دابا راه تقاد عليا. المهم كناخد تقريبا ديك 10 درهم ديال الحمص، وكيطحنها ليا قدامي. الحمص يكون مطحون منين مزيان حتى كيولي بحال الدقيق. عندي هنا معلقه ديال الرز ومعلقه ديال الحمص مطحون، صافي. البطاطا والخيار، وهنايا غادي ندير واحد نص معلقه ديال مايزينا. المهم البنات الخيار ما خصوش يخطاكم في هذا الصيف من الضر، زوين بزاف بزاف للبشره. اول حاجه غادي ندير، غادي نحك هذه البطاطا هذه، غاديش ناخذ الماء ديالها، غادي ناخذ غير النشا ديال هذه البطاطا. بغيتو تنقيوها بغيتو تخليوها، المهم انا غادي نقيها وعاد غادي نحكها. انا بعض المرات كندير غير هكاك بلا تنقيه، دابا غادي نقيها وغادي نحكها. صافي هنايا ملي نقيت البطاطا غادي نحكها في هذه الحتاكه الرقيقه. عرفتوا البنات هاد النشا اللي كتعطينا البطاطا راه زوين للبشره، كيرطب البشره وكيبيضها وكيحيد ديك الحروق ديال الشمس. زوين البطاطا، وقيتو البيضه عندكم ديروها، عندكم البطاطا الحمراء ديروها، المهم اللي كاين. صافي غادي نحطو بحال هكا الحكاكه الرقيقه، والخيار ما غاديش نحكو، ما غاديش نحكو تاع نسحو ليا، ما غاديش نقيه،
غادي نحكو بحال هكا في القشور ديالو. هذا الشيء اللي ناخذ العصير ديالو، غادي ناخذ منه شويه، واللي بقى غادي نديرو في المجمد في هذوك المكعبات. وملي كنحس بالبشره ديالي غير في الكوزينه ملي كنكون كنطيب ولا شي حاجه وكنحس بالبشره ديالي سخونه، كنجبد دوك المكعبات ديال الخيار وكندوزهم على البشره ديالي، اولا بحال هكا في الليل ملي كنسالي في العشيه كندوزهم على البشره ديالي. صافي راه كت يعني ديك السخونيه كيحارب من ديك البشره ديالنا من ديك السخونيه، وكيعطينا واحد النضاره للبشره. المهم البنات الخيار ما خصوش يخطاكم من الثلاجه ديالكم في هذا الصيف. هذا غادي نشد بحال هكا، انا غادي نعصر غير بيدي بلا ما ندير الصفايه لا والو. بحال هكا غادي ناخذ داك العصير ديال البطاطا بحال هكا، واحد واحد شويه. غادي نحتاج غير النشا ديالها، ما غاديش ندير العصير، انتما غتشوفوا معايا. صافي، وهذا غادي ندير به كوماج ليديا، غادي نخلي حتى غادي نسالي، وغادي ندير معاه شويه ديال السنيده، وغادي ندير به كوماج ليديا مع شويه ديال الزيت ديال الكوك. صافي، غادي نعصر هاد البطاطا بحال ما هكايا، وغادي نحط الخيار. غير مش عكزوش البنات، كلشي عندنا في الدار، كلشي موجود عندنا في الدار، غير العكز هو اللي خصنا نحيدوه ونتهلاو في البشره ديالنا باش نبقاو دائما شبابيات، ودائما نبقاو البشره ديالنا مجبده وزوينه وكتلمع. سمعوا اميره، انا كنهضر حتى هي كتهضر. شنو كنديروا اميره؟ شنو درتي البارح في الحمام؟ شنو درت لك البارح في الحمام؟ الحنه عجباتك؟ اه قالت لي خرجت بيضه، درت لها التبريمه قالت لي خرجت بيضه من الحمام. صافي البنات، انا دابا غادي نحك الخيار، غادي نخلي هذه باش تصفى لي الماء من النشا، وغادي نحك دابا الخيار بلا ما نبقاو نغسلو. صافي غادي نحط بحال ما هكا الخيار دوك الشور ديالو. آه. انت غتخرجي بحال ماما في اميره، غتخرجي تسعي في الوصفات. وليت كنخلط شي وصفه كنبغي ندير وجهي كتقول لي ماما دير لي حتى انا، حيت انا ملي كنت صغيره البنات كانت عندي 16 عام 17 عام كنت كنموت على الوصفات، كنحمق عليه من صغري وانا مبليه بهادشي ديالي، ولكن كينفع زوين، كيخلي البشره ديالك كتشعل، كتخلي تبقاي ديما تباني شبابيه وصغيره. صافي دابا انا حكيت هذا الخيار. وبالنسبه للبنات اللي يقول لي تطول الفيديو، راه غير الاستفاده البنات، يعني ماشي كنطولوا غير هكاك وصافي، الله يكون في العون. راه بعض الناس مساكن ما تيلقاو شكون يكسي، ولكن راه تنطولوا غير الفائده. صافي هنايا غادي نعصر هذا الماء ديال الخيار، وغادي نجيب شي صفايه باش نعصرو. المهم هنايا البنات هذا الخيار حتى هو غادي نصفيه غير بايدي بحال هكا، ناخذ غير شويه. هذا الشيء اللي بقى عندي غادي نديرو في المكعبات ديال الثلج ونديرو في المجمد، ملي غادي نبغيه غادي نلقاه موجود. انا راه في هذا الصيف كندير هذا الماء ديال الخيار، وحتى هذا الحشب ديالو، وكندير سميتو كندير الماء ورد. صافي انا غنحتاج غير هذا شويه ديال العصير ديال الخيار، وهذا الشيء اللي بقى غادي نديرو في المجمد كما قلت لكم. البطاطا حكيتها كما شفتوا، الخيار حتى هو خديت العصير ديالو، وهنايا عندي الرز مطحون والحمص مطحون، غادي نزيد معاهم واحد تقريبا معلقه صغيره ديال النشا. زوينه البنات هاد الوصفه هذه، فنه ملي تدخلوا من الشمس كما قلت لكم ديروها. هانتوما انا راه كندير غير نص ديال غير نص معلقه نص معلقه، غير دابا كنصور معكم هاد الشيء اللي وريتكم دابا، هاد الكميه هذه راه تقدروا ديروا منها جوج، تقدر ديرو منها جوج مثلا انتي وختك، ولا انتي وماماك، ولا انتي وعدوستك، ولا انتي وجارتك، ولا صاحبتك. صافي كنخلط بحال ما هكايا، غادي ناخذ هاد العصير ديال البطاطا، غادي نحيد هاد النشا. عطيني اميره داك الطبسي الطبسي. آه راهو 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 في الشبكه، راهو في الشبكه هذاك آه اللي انتي. غادي البنات ناخذ هاد الماء ديال البطاطا، غادي نحيدو بحال هكا، وكيبقى عندي غير النشا ديال البطاطا. ها نتوما شفتوا كيبقى غير داك النشا ديال البطاطا، ها نتوما شفتوا راه كيبقى بحال ما هكا تقيل،
غادي وحتى هذا راه غادي ما نضيعوش هذا الماء ديال البطاطا، غادي نزيد عليه هذا الحشف هذا وغنخليه حتى غادي نسالي وندير به كوماج للدياس ديالي. صافي هنايا هذا النشاق ديال البطاطا غادي نزيد عليه هذا الرز والنشاق والحمص مطحون، ودابا غادي نبدا نخلط بداك العصير ديال الخيار. شوف هذا كنخلط في كل خليط ما ثقيل ما خفيف، هانتوما غتشوفوا معايا. صافي غادي نخلطو مزيان حتى وغنخليه واحد تقريبا واحد ما كاملش دقيقه حتى داك العصير ديال الخيار كيطلق ليا دوك المكونات، وغادي نديرو معاكم على البشره ديالي. زوينه هاد الوصفه البنات، غير ديروها للبشره ديالكم فنه، كتحارب الحروق ديال الشمس، كتعطيني واحد النضاره، كتحيد حتى التجاعيد، كتنقص منهم شويه بشويه. وانا تقريبا هاد الوصفه هذه كندير نهار اي ونهار لا، اغلبيه كاع ملي كنخرج للشمس غير كنجي كنسالي كنديرها. صافي راه غتشرب، خليت واحد شويه مع فيها النشا وفيها سميت الرز، غادي تشرب لينا حيت انا قويت شويه ديال العصير ديال الخير، وكما علاش غتشرب دابا وغادي نديرها معكم على البشره ديالي. هاد الماسك البنات تقدروا ديروه يوميا، زوين بزاف كيحارب لنا دوك الحروق ديال الشمس، ديك يعني كيعطينا واحد النضاره للبشره، كينقص حتى من التجاعيد الا بقيتو كديروه يوميا ولا على الاقل نهار اي ونهار لا. زوين بزاف بزاف البنات هاد الماسك هذا، انا غنديرو دابا غنديرو على الوجه ديالي كما شفتو، انا راه تقريبا في الصيف كنديرو يوميا، كيعطيني واحد النضاره للبشره ديالي وكيخليها كتلمع. صافي انا خواتاتي كما شفتو كنديرو على البشره ديالي ولا العنق ديالي، وتقدروا ديروا حتى ليديكم. صافي كنخليه حتى كنشوف واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، وكنغسلو بالماء عادي الماء بارد. زوين بزاف البنات هذا الماسك هذا، كيحارب لنا كما قلت لكم الحروق ديال الشمس، كيعطينا واحد النضاره في الوجه، زوين بزاف غير حيدوا العجز وديروه، راه يعني كلشي رخيص وكلشي موجود عندنا في الدار. هنا غادي نكون ساليت الفيديو خواتاتي، غنقول لكم خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم، وما تنساونيش من اللايك ديالكم وشي تعليق يكون زوين. سلام عليكم.